هنرجع للخبر الأبرز، وهو امبارح إن مصر أبهرت العالم كله في موكب ملائكي للمومياوات المصرية الملكية، والعالم كله حبس أنفاسه واتفرج على هذا الحدث التاريخي اللي نجحنا كالعادة بأيادي مصرية إن احنا نجذب انتباه العالم كله. كل يعني شفنا كمان في السادسة يعني جابوا كل الأخبار وكل الصحف العالمية متكلمة على هذا الحفل، ولكن مصر بتبهر العالم أيضا في الألعاب الأخرى. مصر الحقيقة أبهرت وبتبهر. خلينا يعني اللقطات دي اللي انتوا شايفينها امبارح، الحقيقة احنا كلنا كنا فخورين، كلنا كنا يعني زي ما يقولوا رقبتنا في السماء. حسيت ان مصر ان الموميات دي هتتكلم، هتنطق. انا حسيت ان في حاجة يعني هتحصل في الوقت اللي مصر بتشهد طفرة كبيرة جدا على المستوى السياحي والمستوى احترام الآثار وحضارتنا وإنشاء متاحف جديدة. الكلام ده كله ماشي بالتزامن مع النهضة الكبيرة اللي بتشوفها مصر. الحدث امبارح ده الحقيقة يعني احنا ما قدرناش ان احنا نحول عينينا من كتر الفخر اللي احنا فيه.